سالة بونجور، صباح الهنا عليكي. محتاجين طبعا نعرف منك اخر الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي والفرق، وتدينا برضو فكره عن الاجواء في النادي دلوقتي يعني الاعضاء والجو وغيره. اتفضلي. صباح الخير يا نهوان، طبعا برحب بيك واكيد برحب بيك يا كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا نهوان حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. بس طبعا خليني قبل ما اروح اتكلم عن كل الاخبار طبعا المتعلقه بجميع الفرق، يعني برضو اقول لكم الاجواء هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن طبعا الاجواء الى حد ما يعني هاديه شويه، يمكن لسه بدا يعني اعضاء النادي الاهلي وافد على مقر النادي في الساعات الاولى من صباح اليوم، يمكن لسه الاعضاء يعني مش متواجده بشكل كبير، يمكن يعني شويه كمان ساعتين مثلا او مع اقتراب يعني الوقت على مثلا الظهر او الساعه 1 الظهر بيبقى متواجد اكبر عدد من اعضاء النادي الاهلي. يمكن دايما بيكون متواجد في الفتره الصباحيه بيكون عدد يعني بسيط كمان من كبار السن بيكون متواجد طبعا عشان يعني اللي حابب ان هو يمارس اكيد يعني بعض الرياضه سواء في ملعب مختار التتش، يعني ان هو يجري في التراك الخاص بملعب مختار التتش او يعني ان هو يعمل بعض التدريبات في صالات الجيم، وكمان اللي بيكون متواجد عشان يعمل علاج طبيعي. فطبعا اللي يكون متواجد اكتر هم كبار السن، وطبعا بعد كده بيكون متواجد اكيد يعني الاسر والاطفال والكل بيكون متواجد بعد كده بعد العصر عشان طبعا بيكون في التدريبات اللي بتكون بعد المدارس والجامعات. ده بالنسبه للاجواء داخل مقر النادي الاهلي. خليني بقى اروح لاخبار جميع الفرق وابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر. يمكن زي ما احنا عارفين طبعا الفريق حاليا في توقف دولي وراحه سلبيه لمده 5 ايام، طبعا توقف دولي بسبب اكيد منتخبنا الوطني ضم العديد من العناصر الاساسيه والمهمه من النادي الاهلي، وضم يمكن 7 لاعبين طبعا: محمد الشناوي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، محمد هاني، مروان عطيه، وامام عاشور، وكمان حسين الشحات. يمكن ضم 7 لاعبين من النادي الاهلي، وده طبعا استعدادا لمباراتي جيبوتي وسيراليون طبعا في تصفيات كاس العالم لكره القدم. كمان يعني المنتخب الاولمبي ضم العديد من اللاعبين الشباب من النادي الاهلي زي كريم الدبيس وحمزه علاء واحمد نبيل كوكا، وده برده طبعا يعني زي معسكر اعداد لجميع اللاعبين، ويمكن ضم العديد من اللاعبين يمكن اكثر من 30 لاعب في القائمه، وده بس مجرد معسكر اعداد لجميع اللاعبين طبعا في منتخب الاولمبي. ده بالنسبه لي فريق الاول لكره القدم. خليني اتجه لجميع طبعا الالعاب الاخرى، وخليني ابارك لك انا هوند طبعا ابارك لك يا كريم ولكل جماهير النادي الاهلي بعد فوز طبعا رجال كره اليد تحت قياده الكابتن او مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي بعد ما النادي الاهلي حصل على المركز الخامس في سوبر كلوب او بطوله كاس العالم لكاس العالم الانديه لكره اليد، طبعا كانت مقامه في الدمام السعوديه، وقدر النادي الاهلي امبارح ان هو يفوز على نادي الخليج السعودي بنتيجه 35-34. يمكن طبعا المباراه انتهت بالتعادل 30-30 ما بين النادي الاهلي ونادي الخليج السعودي بعد ما قدر النادي الاهلي ان هو يتعادل اكيد زي ما شفنا امبارح في الثواني الاخيره من عمر المباراه، ولكن بعد كده يعني المباراه طبعا يعني لجأت لركلات الترجيح طبعا عشان نحدد مين اللي هيحصل على المركز الخامس والسادس في بطوله السوبر جلوب. كمان سيدات كرة اليد، وطبعا بعد الفوز على نادي الزمالك بنتيجة 24-22 يوم السبت الماضي، ويمكن طبعا المباراة اللي أقيمت في صالة نادي الزمالك في 100 عقبة، قدر سيدات كرة اليد إن هم أكيد يفوزوا بنتيجة 24-22 بعد مباراة صعبة وأداء قوي ما بين الفرقتين. يمكن قرر الكابتن محمد عادل زولا المدير الفني لسيدات كرة اليد ان هو يدي يوم راحة سلبية لمدة 48 ساعة، وبكرة ان شاء الله سيدات كرة اليد هيرجعوا للتدريبات الجماعية عشان عندهم أول مباراة ان شاء الله في الدور الثاني من بطولة الدوري العمومي لكرة اليد هتكون يوم السبت اللي جاي ان شاء الله يا هواند كريم أمام نادي بنك الأهلي، ولا تقام في تمام الساعة 6 مساء على صالة 100 عقبة في نادي الزمالك، وبعد كده هيكون في توقف دولي لمدة شهر بسبب انه طبعا المنتخب الأول أول لكرة اليد سيدات هيضم العديد من اللاعبات، وأيضا منتخب 2004 هيضم العديد من اللاعبات، فده هيخلي هيكون في توقف دولي لمدة شهر، وبعد كده إن شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعية. وكمان استكمالا لجميع أخبارنا النهارده، يمكن بكرة إن شاء الله بالنسبة لرجال وسيدات كرة اليد هيكون في مباراتين إن شاء الله بالنسبة لسيدات كرة السلة عفوا، هيكون في مباراة الأهلي وسبورتنج، وأول مباراة إن شاء الله في الدور النهائي من بطولة الدوري المرتقب.
المرتبط لكرة السلة. المباراة أو الدور ده هيقام على يومين، يوم الثلاث ويوم الخميس. وبالنسبة لرجال كرة السلة تحت قيادة الكابتن أو المدير الفني مستر أوجستي بوش عندهم برضو مباريتين يوم الثلاث ويوم الجمعة، ودي هتكون مباريات السيمي فاينل أو الدور النصف النهائي من بطولة الدوري المرتبط لكرة السلة. ويمكن إن شاء الله هيكون أمام نادي الزمالك، وأول مباراة تقام في ميت عقبة، وتاني مباراة تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى. ولكن بالنسبة لسيدات كرة السلة المباريتين هيقاموا على صالة الدكتور حسن مصطفى الساعة 8 بالليل، وبالنسبة لرجال كرة السلة هتكون الساعة 6 بالليل إن شاء الله، وكمان فريق المرتبط هيكون الساعة 4. كمان سيدات كرة الطايره النهارده ان شاء الله يا نهاوند وكريم عندهم مباراه مع نادي دلفي، ودي هتكون الجوله الرابعه من بطوله الدوري العمومي او الدوري العام لكره الطايره السيدات. ان شاء الله النهارده المباراه تقام في الساعه 4 عصرا امام نادي دلفي، وهتقام على صاله الشهداء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن دي كانت سريعه يا نهاوند وكريم، كانت كل اخبارنا المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاك يا نهاوند، واكيد معاك يا كريم لو في اي سؤال، ولا انا عوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا نهاوند، تفضلي. يعني انت تغطيه كالعاده رائعه جدا منك يا سلا، بشكرك جدا انا وكريم واكيد كل الساده المتابعين، شكرا لك.